السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج أبجديات مهدوية مع ضيفي فضيلة الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي، عضو مركز الدراسات التخصصية للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. حياكم الله شيخ. حياكم الله وبياكم أهلا وسهلا. شكرا لمجيئك وتحملك الوقت الذي تكون معنا فضيلة الشيخ. أسأل الله القبول منا ومنكم. الله يحفظكم شيخ. شيخنا، أسلفنا في الحلقة السابقة اسم الغائب والغيبة، ولكن هنا السؤال: ما معنى الغيبة؟ هل لها معنى واحد أم معاني أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فيما يتعلق بغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يمكن أن يذكر لها معنيان. المعنى الأول أن تكون بمعنى خفاء الشخص، بمعنى أن يتحول جسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه من جسم مادي يرى بالعين المجردة إلى جسم لا يرى بالعين، نظير الملائكة. الملائكة عندما في الروايات الشريفة عندنا، عندما تذكر فضيلة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فالملائكة تنزل في هذا المجلس تتبرك بذكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عندما نكون في مجلس ونذكر فضائل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، لا نرى الملائكة رغم أنهم موجودون بيننا. فالمعنى الأول للغيبة أن الإمام يتحول من جسم مرئي، جسم الإمام يتحول من جسم مرئي بالعين المجردة إلى جسم لا يرى، بحيث يمر بقربنا ولا نراه. هذا معنى. ويوجد معنى آخر، هذا المعنى الآخر يعبر عنه بخفاء الشخصية، خفاء الهوية، بمعنى أن الإمام ما زال يرى بالعين، ما زال إذا جاء بقربنا نراه ولكن لا نعرفه، فهو غائب بمعنى أننا لا نعرفه وإن كنا نراه. وهذا له أسباب موضوعية. أنت إذا لاحظت أو إذا قرأنا روايات ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، نجد أنها محاطة بالكثير من الكتمان، بحيث تذكر بعض الروايات أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه سلام الله عندما أرسل لعمته السيدة حكيمة رضوان الله عليها وقال لها أن تفطر هذه الليلة عنده، كان الصائم حسب ظاهر الرواية، وأخبرها بأن حجة الله عز وجل سيولد هذه الليلة، سألته ممن؟ فما كان أثر الحمل بينا على السيدة نرجو صلوات الله وسلامه عليه. لذلك السيدة حكيمة سألته ممن، فقال لها من نرجس. لما ذهبت إلى السيدة نرجس صلوات الله عليها قالت لها: هل ترين عليك شيئا من هذا؟ يعني هل تشعرين بعلامات الولادة؟ وهذا أمر طبيعي، المرأة تشعر بقرب ولادتها. قالت: لا أحس من هذا. سبحان الله. واقترب الفجر، وقبيل الفجر صارت الولادة وبطريقة مفاجئة، وبقي الإمام العسكري عليه السلام متكتما على ولده فترة من الزمن لا يعلم به إلا خاصة أصحابه. لذلك بعض الباحثين يذهب إلى أن الغيبة، غيبة الإمام المهدي صلوات الله عليه الصغرى، بدأت من حين ولادته وليس من حين استشهاد الإمام العسكري صلوات الله عليه. سلام الله. وحجته في ذلك يقول إن الإمام العسكري أول ما ولد الإمام المهدي عليه السلام غيبه عن أصحابه، عن الناس، إلا عن ثلة خاصة من أصحابه. وإن كان الرأي المشهور والمعروف لا، غيبته الصغرى بدأت من حين استشهاد الإمام العسكري صلوات الله عليه سنة 260 للهجر. على كل حال، فإذا يوجد معنيان للغيبة: معنى خطاء الشخص لا يرى بالعين، ومعنى خطاء الشخصية، خطاء الهوية، ما زال يرى ولكن لا نعرفه. وقلنا هذه لها سبب موضوعي،
أنه كثير من الناس لم يروا الإمام، والذين رأوه رأوه وهو صبي، وعندما غاب حتى الذي رآه بدأت صورته تنسى عنده، مات الذين رأوه، فيما بعد بدأت الغيبة الكبرى. الآن أنا وأنت ربما بعد 10 سنوات إذا نلتقي ربما أقول عن وين شايفك أنت وين شايفني، ونحن في فترة قليلة صح. وجلسنا وتحدثنا نعم. كيف إذا واحد صار أكثر من 1000 سنة لم يرى؟ فأكيد حتى لو رأيناه لا نعرفه، وهذا هو معنى الغيبة. الروايات فيها دلالات واضحة على أن الغيبة هي بالمعنى الثاني. يعني فضل الشيخ، هل هنالك روايات وردت معناها نعم. معنى الغيب؟ وردت روايات وصفت الإمام بصفات يستكشف منها معنى الغيبة. مثلا ورد عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عثمان العمري الأسدي الذي يطلق عليه في له اسم خاص في بغداد، السفير الثاني. ماذا يسمى في بغداد؟ يعني عثمان السمري. السمري نعم. محمد بن عثمان نعم. هناك ساحة ساحة الخلان. أحسن نعم. الخلاني يسموها أهل بغداد الخلاني. قال سمعته، يعني عبد الله بن جعفر الحميري يقول سمعت السفير الثاني يقول والله إن صاحب هذا الأمر من الإمام المهدي صلوات الله عليه وسلم ليحضر الموسم كل سنة، موسم يعني الحج عرفات، فالإمام المهدي صلوات الله عليه كل سنة يحضر إلى الحج. ماذا يقول الإمام؟ هنيئا لكم. فيرى الناس ويعرفهم، هو الإمام يرى الناس ويعرفهم وهم لا يعرفون، ويرونهم ولا يعرفون. فإذا معنى الغيبة شنو؟ يرونهم ولكن لا يعرفون. يعني فضيلة الشيخ، هنالك روايات بأن الإمام الحج المنتظر عندما يظهر وجهه صفاته مألوفة لنا، يعني احنا شايفين هذا الشكل. هسه هذا بين قوسين أي. هذا المعنى مسموع أنه عندما يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه كل من يراه يقول لقد رأيته سابقا. سبحان الله، أنا ما وجدت رواية بهذا المعنى، ولكن يمكن أن تبرر بهذا المعنى مثلا أن الروايات تقول موجود في بين فيما بيننا، بعض الروايات هكذا تعبر عنه، تقول إن أخوة يوسف بايعوه وتكلموا معه ولم يعرفوا. أحسنتم. فما الضير أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يجلس في مجالسكم، الرواية تقول يطأ فرشهم ويدخل في أسواقهم ولا يعرفونه، ولكن من ثم هم يرونه لو لا يرونه؟ يرونه فلا يعرفه. فربما عندما يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنت تراه تقول يا سبحان الله، هذا أنا رأيته مرة في سامراء، أو ذاك يقول رأيته في المكان الفلاني، فربما بهذا المعنى. لكن الرواية بهذا المعنى أنا ما وجدت، لكن يمكن أن تبرر بهذا المعنى. يعني إحنا جانب من هذا البرنامج تصحيح المفاهيم فضيلة الشيخ، فتسمح لنا المرات ننقل هذه الأسئلة حتى تصحح إلى المجتمع. فقلت وهذا معنى ربما أكون رواية، إن شاء الله واحد يلقى لنا رواية نستفيد. لا هنالك عفوا قضية نبي الله يوسف هم ما يعرفوا وشافوا. قصدي شنو؟ قصدي يعني مثلا معلومة أنه عندما يظهر الإمام كل من يراه يقول هذا رأيته، هل بهالمعنى أنا رواية ما وجدت، لكن يمكن أن نجد لها تبريرا معينا هذا المعنى. حسنت. نعم يمكن بهذا الاحتمال. نكمل الروايات إن شاء الله تعالى. فالروايات تقول إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفهم. يا صاحب، فهذه الرواية وأمثالها واضحة جدا في أن معنى الغيبة هو ماذا؟ هو أنه ما زال يرى ولكن لا يعرف، وهذا هو ما يطلق عليه بخفاء الشخصية، ولها أسبابها الموضوعية، وهذا أمر ممكن في حد نفسه. هذا المعنى من الغيبة يمكن أن يحافظ فيه على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. سلام الله عليه. الإمام موجود في مكان ولا يعرف أنه الإمام، حتى أعداءه عندما يرون هذا الشخص يقولون هذا شخص عادي عليه سماء الصالحين، ولكن لا يعرفونه. فيمكن أن يحافظ على نفسه من أن يقتل، يمكن أن يقضي حوائج الناس، يمكن أن يقوم بما عليه من دون أن يلتفت إلى وجوده أحد، من دون أن يكون هناك خطر عليه. لماذا؟ لأنه لا يعرف.
فإذا للغيبة معنيان، المعنى الأول أنها بمعنى خفاء الشخص لا يرى أصلا بمعجزة إلهية، طبعا هذا يحتاج معجزة إلهية أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن الناس من رؤية الإمام صلوات الله وسلم، إما أن يختفي جسمه أو يضع حاجبا بينه وبين الناس، وليس هذا على الله بعزيز. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما خرج من بيته مهاجرا، بعض الروايات تقول رمى في وجه القوم بعض التراب ولم يروه، خرج من بينهم. والمعنى الثاني للغيبة هو أنه لا، ما زال يرى ولكن لا يعرف، وهذا الذي تؤيده الروايات الشريفة. نعم فضيلة الشيخ، هنالك سؤال: هل يمكن أن تكون الغيبة الإمام لا يرى معناها يعني؟ ولكن إجابته بعد الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود وإياكم. يا أبو صالح أبد ما نسيتك، يا أبو صالح نجاتي لقيتك، يا أبو صالح حياتي نطيتك. هذه عودة معكم مشاهدي الكرام، مع فضيل الشيخ حسين عبد الرضا الأسدي، عضو مركز الدراسات التخصصية للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. فضيل الشيخ، وصلنا إلى هل يمكن أن تكون الغيبة لا يرى معناها، وهل وردت روايات في ذلك؟ أحسنت. تقدم أنه للغيبة معنيين، نعم، وأن المعنى الأول أنه لا يرى، المعنى الثاني أنه يرى ولكن لا يرى. وهناك روايات تدل على المعنى الثاني، وربما هو الذي يرجحه العلماء. لكن هل معنى هذا أنه لم توجد عندنا روايات تدل على أنه لا يرى؟ لا، عندنا روايات. بعض الروايات صرحت بأن الإمام لا يرى. أقرأ بعض هذه الروايات. مثلا ورد عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: يفقد الناس إمامهم يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه. الرواية ماذا قالت؟ لا يرونه، هو يراهم ولا يرون، ولكن لا يرونه. طبعا لا يرونه شنو معناه؟ يمكن أن نحملها على ظاهرة، لا يرونه يعني لا يرونه، ما يشوفه. نعم. ويمكن أن نحملها على معنى لا يرونه بمعنى لا يعرفونه. شايف أنت في بعض الأحيان شخص جالس أمامك لكن أنت شارد الذهن عنه، يقول والله ما كنت ملتفت لك، ما كنت شايفك يعني. نعم. يقول لك أنا قدامك وربما سلمت عليك، يقول لا ما شفتك أنا. يشرود الذهن مثلا. فقد يعبر عن عدم المعرفة بعدم الرؤية. فالرواية عندما قالت لا يرونه بمعنى لا يعرفونه، وعلى هذا الأساس تكون هذه الرواية متوافقة مع ذلك المعنى الثاني المتقدم بمعنى الغيبة، بأن معناها أنه شنو؟ يرى ولكن لا يعرف. هذه الرواية. ولكن عندنا روايات أخرى صرحت بأنه لا يرى. شنو معناها؟ نقرأه إن شاء الله. عن يعقوب ابن منقوش قال: دخلت على أبي محمد الحسن بن علي الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهو جالس على دكان في الدار، وعن يمينه بيت وعليه ستر مسبل. فقلت له: يا سيدي، من صاحب هذا الأمر؟ أصحاب الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كانوا يعلمون أنه الإمام الحادي عشر، ويعلمون أن ولده هو القائم الذي يقوم بالأمر. فلذلك عندنا روايات عديدة يأتون للإمام العسكري صلوات الله عليه يسألونه من الإمام بعد، سلام الله، كما هو الحال كان في آبائه صلوات الله وسلامه عليهم. بقية الأئمة أيضا كانوا يسألونه عن الحجة بعده، حتى عندما يستشهد الإمام بقية الشيعة يعرفون أين يرجعون. وطبعا كان السؤال في الأئمة السابقين على الإمام العسكري كان السؤال أشد وآكد. لماذا؟ لأن الإمام مثل الإمام الكاظم أو الإمام الصادق صلوات الله عليه كان عدة أولاد،
وبعضهم كان على مستوى عال من الورع والعلم والتقوى ما يراه الناس مرشحا للإمامة. الإمام الهادي مثلا صلوات الله وسلامه الله عليه عندما عدة أولاد، الولد الأول محمد ابن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه المسمى بسبع الدجال، السيد محمد صلوات الله عليه كان من المرشحين للإمامة، كان رجلا عظيما ورعا تقيا عالما. نعم. فبنظرة الناس السطحية كان الإمام مرشح لأن يكون هو الإمام. الإمام الحسن المجتبى صلوات الله العسكري صلوات الله وسلامه كان مرشح للإمام. جعفر ما مرشح للإمام، وهناك ولد آخر للإمام الإمام الهادي صلوات الله عليه. من هو؟ الحسين. هذا كان هو والحسن صلوات الله عليهما يسميان بالسبطين. وطبعا مع الأسف يعني الحسين ابن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه طبعا في بعض الروايات مدفون مع الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وفي بعض الروايات بينت أن صوت الإمام المهدي صلوات الله عليه يشبه صوت عمه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ومع الأسف ما عندنا روايات كثيرة عن الحسين ابن الإمام الهادي، ربما هذه الروايتين أو رواية ثالثة أو ما توجد. على كل حال، فعندما كان للإمام عدة أولاد وكلهم كانوا على مستوى عال من الورع والتقوى والعلم والفقاهة، كان طبيعي يسأل الإمام أنه من أولادك اللي هو راح يكون الإمام بعدك. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه بحكمة إلهية لم يولد له ولد إلا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وعندما ولد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أيضا لم يعلن عن أمر ولادته للجميع، بل كان هناك بعض الأصحاب ممن يعلمون بولادته صلوات الله وسلامه، السفير الأول، السفير الثاني، أحمد ابن إسحاق، كم واحد من الأصحاب. يعني أكثر رواية تذكر عدد كبير رأى الإمام الحجة صلوات الله عليه 40 شخص عندما اقتربت وفاة أو استشهاد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فكان من الطبيعي يؤتى للإمام العسكري ويسأل من الحجة بعدك، أنت ما عندك أولاد وأبوك قتل وهو شاب قتلته الدولة العباسية، ماذا كان يجيب؟ أنت ما زلت مهددا بالقتل تحت رقابة الدولة العباسية. كلش طبيعي كانوا يجون يسألون الإمام، يقول لهم من الحجة بعدك، ليس عنده أولاد. وعندما ولد الإمام الحجة صلوات الله عليه لم يعلن عن ولادته، السلام عليه. فكان كثير من الأصحاب يأتي ويسأل الإمام عن الإمام الحجة صلوات الله عليه، ومنهم يعقوب بن منقوش قال: فقلت له يا سيدي من صاحب هذا الأمر؟ يقصد بعدك، أنا أعرف أنت صاحب الأمر لكن بعدك من؟ فقال الإمام عليه السلام: ارفع الستر. كان فالستر هو يعقوب يقول لما دخلت على الإمام وعن يمينه بيت وعليه ستر مسبب، كأنه غرفة عليها ستر. فلما سأله قال له: أرفع الستر. فرفعته فخرج إلينا غلام خماسي له 10 أو 8. سأل رواية العلماء شنو خماسي، شنو له 10 أو 8؟ يعني عمره 5 سنوات، لكن الذي يراه يقول له عمره 10 سنوات، عمره 8 سنوات. وعندنا روايات أن الأئمة يكبرون أسرع من غيرهم، يقول هو عمره 5 سنوات. طبعا عمر 5 سنوات هذا معناه أن الرواية كانت في نهايات حياة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإمام المهدي ولد سنة 255 للهجرة، والإمام العسكري صلوات الله عليه استشهد سنة 260 للهجرة. فمن يقول عمره 5 سنوات يعني في نهايات عمر الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. قال: فخرج إلينا غلام خماسي له 10 أو 8 أو نحو ذلك، واضح الجبين، أبيض الوجه، دري المقلتين، في خده الأيمن خال وفي رأسه ذؤابة، فجلس على فخذ أبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ثم قال لي: هذا صاحبكم. ثم وثب فقال له: يا بني أدخل إلى الوقت المعلوم. جاء الإمام صلوات الله عليه، جلس على فخذ أبيه صلوات الله عليه، رآه يعقوب بن منقوش، ثم الإمام العسكري قال له: أدخل. دخل وين؟ الغرفة. نعم. نفس الغرفة.
فدخل البيت وأنا أنظر إليه. ثم قال الإمام العسكري صلوات الله عليه: يا يعقوب انظر من في البيت. يقول: فدخلت فما رأيت أحدا. فإذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه موجود في الغرفة، في الدار بتعبير الرواية، أو في البيت، ولكن يعقوب ابن منقوش لم يره. ففي لحظة رآه يعقوب، في لحظة أخرى لم يره يعقوب. هذا معناه شنو؟ معناه نحن وإن قلنا، لا ننسى معنى كلامنا الأصل، وإن قلنا إن معنى غيبة الإمام، معنى غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يرى ولا يعرف. الرواية التي قالت يرونه ولا يعرفونه، قلنا فيها احتمالاً. نعم. احتمال أنه لا يرونه، احتمال يرونه ولكن لا يعرفونه، وهذه كناية. هذه الرواية تعطينا معلومة أخرى، أنه وإن كان الإمام يرى، ممكن أن يرى ولا يعرف، ولكن لو أراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن لا يجعل الآخرين يرونه، عنده قدرة على هذا أو ليس عنده قدرة؟ عنده قدرة. مثل هذه الروايات تشير إلى هذا المعنى. إذا أردنا أن نتمسك بمعنى الغيبة بأنه ماذا؟ يرى ولا يعرف. يأتي شخص يسألنا يقول: ما معنى هذه الروايات؟ فنجيبه: قد تفسر بنفس المعنى المتقدم عندما تقول الرواية لا يرونه بمعنى لا يعرفونه، فما تصير روايات مخالفة. صح. وقد تفسر بمعنى آخر، وهو أن الإمام الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة وولاية تكوينية. تحدثنا أن العلماء متفقون على أن للإمام المعصوم ولاية تكوينية، هذا بالاتفاق. فعند الإمام قدرة وولاية تكوينية، نعم، على أنه في اللحظة التي لا يريد لأحد أن يراه فإن ذلك لا يراه، عنده هذه القدرة. سلام الله. وبهذا المعنى نجمع بين المعنيين للغيبة. معنى أنه لا يرى بما شو المعنى؟ بمعنى أنه لو أراد أن لا يرى فإنه لا يرى، وهذا باعتبار الولاية التكوينية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له. هذا أمر طبيعي. أحسنتم. والمعنى الآخر أنه يرى ولا يعرف، أيضا عندنا روايات صريحة في هذا المجال تدل على هذا المعنى. نجمع بين المعنيين فنقول أن الطريقة الطبيعية أنه يرى ولا يعرف، ولا يعرف، ولكن لو أراد أن لا يرى، لا يرى، عنده هذه القدرة، لا يصنع حاجب أو فالطريقة إعجازية لا نعلمها، فلا يرى رغم أنه موجود بيننا. طبعا أي من المعاني قلناها، سواء قلنا أن معنى الغيبة وأنه لا يرى، أو قلنا أن معنى الغيبة أنه لا يرى، هذا معناه أن نكون على حذر. أحسنت. الإمام موجود بيننا سواء لا نعرفه هنا أو لا. هنا أرد يعني أريد أن أصل إلى جزء الأخير من الحلقة فضل الشيخ. أنت تقول يرانا، الروايات تقول، الروايات تقول، نعم، موجود الإمام، نعم، يشوفنا. ما هو تكليف أو وظيفة الأنام اليوم؟ أنا صارت عندي معلومة بأن الإمام أنا أشوفه بس ما أعرفه، والإمام يشوفني وهو علي. أنا شنو تكليفي صار عندما كانت هذه المعلومة في بالي فضل الشيخ؟ من الواضح جدا أنه تكليفنا هو أن نقدر الإمام. كيف نقدر؟ كيف نقدر الإمام؟ الآية القرآنية أكو آية حقيقة مؤلمة: وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات بيمين. الله سبحانه وتعالى رغم قدرته وعلمه واطلاعه، لكن بعض الناس لا يقدرونه حق قدره. الإمام الحجة عجل الله فرجه أيضا، بعض نقول إن شاء الله موجود من يقدره، إن شاء الله، بعض لا يقدر وجوده. الإمام سواء كان يرى، هو يرانا على كل حال، سواء كان نحن نراه ولا نعرفه أو لا نراه، فهو مطلع على أعمالنا، وما دام مطلع علينا وعلى أعمالنا يلزمنا ألا نسيء إليه. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في بعض الروايات قال لأحد أصحابه: ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغرب هذا الشخص،
قال يا ابن رسول الله، وكيف نسيء لرسول الله؟ احنا لا يم رسول الله ولا شايفين ولا حاكين وياه، كيف نسيء؟ قال عندما تعملون اعمال سيئه يعلم بها الرسول صلى الله عليه واله، تعرضوا عليه، فلا تسيئوا لرسول الله صلى الله عليه واله. كذلك اعمالنا الامام يرانا، وربما معنا في مكان معين، ينبغي للمؤمن، يلزم على المؤمن ان يعيش هذا الشعور، ان يعيش شعور ان الامام معه، يراه، يسمع كلامه، تعرض عليه اعماله، فينبغي ان لا يسيء للامام بعمل سيء مهما كان نوع هذا العمل السيء. لو استشعرنا بوجود الامام فضيلة الشيخ، ماذا يحدث؟ يحدث العجب العجاب حقيقة. نقل عن بعض العلماء، أنقلها للفائدة، أنه ما كان يمد رجليه عندما ينام. لماذا؟ يقول أنا في حضرة الله عز وجل، استشعر حضور الله سبحانه وتعالى معه. نحن لا نريد على هذا المستوى العالي، هناك فسحة، الدين أعطانا فسحة كبيرة، لكن إذا استشعرنا وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أنا أقول هكذا، أقول دعنا نستشعر وجود الإمام كاستشعارنا، نتكلم بأمر واقعي، لهذه الكاميرا أمامنا. من المؤكد جدا أن هناك تصرفات عندي وعندك لا نقوم بها أمام الكاميرا. لماذا؟ لأننا مراقبون، لأن الكاميرا تسجل علينا أعمالنا، ولأنها ستعرض فيما بعد وسنحاسب عليها. إذا استشعرنا وجود الإمام ككاميرا مراقبة علينا، كيف راح يكون تصرفاتنا؟ هذا كفيل بأن لا نسيء للإمام، لا نفعل المحرمات في الغيب، ما حد يشوفنا، نسافر بعيد ما حد يعرفنا، أخاف ما أخاف، الإمام مطلع علي، لابد أن أستشعر هذا الشعور في وجداني، كما كان الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الروايات واضحة تقول المؤمنون هم الأئمة، تعرض عليهم أعمال العباد. يدعو لنا الإمام الحج؟ بالتأكيد، سواء كنا في مكاننا النائي أو عن حسب ما أرانا الله، فإنا غير ناسين لذكركم ولا مهملين لمراعاتكم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أو اصطلمكم الأعداء. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، هناك استشعار حتى إيجابي لنا فضل الشيخ، لو استشعرنا بوجود الإمام، فقط المراقبة، وأيضا استشعار وجود الإمام أكو قوة، أكو أمان، أكو رحمة، أكو خير، أكو بركة. الاستشعار بوجود الإمام الحجة المنتظر كان موضوعنا الغيبة، ووضح فضل الشيخ معنى الغيبة وما ورد في الأحاديث عن أهل بيت النبي عليهم السلام، ولكن علينا أن لا نغيب الإمام في واقعنا، في حياتنا، في أعمالنا، في سكناتنا، حركاتنا. كاميرا المراقبة تراقب وتسجل وتعرض بعد حين. هذا ما قاله فضيلة الشيخ. شكرا لك شيخنا العزيز الطيب، الله يحفظك، وأسأل الله التوفيق لك في كل خطوة. الله أمين لنا ولكم إن شاء الله. شيخ حسين عبد الرضا الأسدي، مركز الدراسات التخصص، عضو مركز الدراسات التخصصية في مركز الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف، أسأل من الله التوفيق له بحق محمد وآله محمد. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أبجديات مهدوية، كذلك شكري للكادر المرافق لنا، أسأل من الله التوفيق لهم بحق محمد وآله محمد، على أمل اللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله.